أهم حاجة تدعي ربنا بالعمر الطويل والبعد عن المرض. والنبي يا رب يا رب، والنبي يا رب، وقول له خدني وأنا ماشي على رجلي، ما حدش يشني ولا حد. وبعدين قلت لولادي لما موت سيبوني يومين برة عشان تتأكدوا أن أنا موت فعلا، مش ما في ناس بتجيلها غيبوبة سكر وبعدين يرجعوا يفوقوا زي ما بنسمع دلوقتي في الميديا، ولا ده كذابين ولا إيه؟ والله ما أعرف، بس بنسمع بيقولوا كده، هيقولك فلان طلع التربة، طلع ان هو مش ميت، واللي طلع بعد 4 ايام، واللي طلع مش عارفه بعد ايه. هل ده كلام مظبوط ولا كلام؟ بس انا بسمع الحاجات دي ما اعرفش بقى ميديا ولا بتحصل، ضمن الكذب اللي بيبعتوه. بتحب بينزلوه. الحياه يا فوفا؟ طبعا جدا. لا دلوقتي لازم احبها لان ما شفتهاش. انت مش قادره تصوري ان انا طول عمري بجري وبشتغل وما شفتش حاجه، يعني شقيانه ما شفتش حاجه. يعني بلدي مثلا ما شفتش، مثلا تقولي شرم الشيخ رحت صورت فيها لكن ما شفتهاش. دلوقتي بشوف ان بلدي فيها حاجات حلوه جدا كنت شفتها قبل كده. لا عايز استمتع بيها، استمتع.